سي الحاج احمد كوني المدير التقني الوطني للجامعه الملكيه للغوص. حنا اليوم كنحضروا في ليطاب الكاتخيام ديال البطوله. تحدثت لينا على كيف غادي الاجواء لحد الساعه. اولا قبل كل شيء تنشكروا الرياضيه مراكش على سميتها المتابعه ديالهم لينا لا في الجديده ولا هنايا في سميتها. وهذا الكاتريام ايطاب درنا خصوصا هنايا في العنايه هي الاخير ايطاب اللي غتكون ديال البطوله الوطنيه للسباحه بالزعانف وديال سميتها الغوص بالمسابح رياضه الغوص بالمسابح. وعلى اثرها غادي نديروا ان شاء الله في الاسبوع المقبل ان شاء الله نهار 98 الفينال ديال السباحه بالزعانف في الدوديات في المسبح ديال الدوديات. وغادي نديروا نهار 9 غادي نديروا ان شاء الله الفينال ديال سميتها الغوص رياضه الغوص بالمسابح. وهذا الشيء هذا نهار 8 غادي تكون روميز ديال لي كوب وروميز ديال لي بريم ديال هذه الدوره ديال سميتها السنه الرياضيه 2017-2018. وكذلك نهار 9 غادي يكون عندنا تتويج ديال الابطال ديال الغوص رياضه الغوص بالمسابح. وكذلك غادي يكون عندنا واحد حفل تكريم ديال بعض السباحين اللي هما كانوا يعني مميزين في هذه البطوله من البطوله ديال 2017-2018. ومنهم غيتكلف سميتها هاد الناس هادو اللي تيديروا السباحه رياضه الغوص بالمسابح. عندنا الشامبيونا اللي تنعيئوا ليها اللي غيتكون شامبيونا دي موند او سميتها البطوله العالميه ديال الرياضه ديال الغوص بالمسابح اللي غيتكون في نيم اون فرونس في لو برومي تال لو 3 نوفمبر. منهم غادي يكون واحد الانتقاء ديال هاد الدراري هادو اللي غيكونوا البنات اللي غادي تكلاسوا في سميتها لي وي برومي. وهادو هما اللي غادي نديروا بهم ان شاء الله لا سيليكسيون باش غادي يقدروا يمشوا يدوهم ان شاء الله معنا النيم وغادي يريبريزونتيو المغرب احسن. وعلى سميتها ذكر رياضه الغوص بالمسابح المغرب اول دوله عربيه اللي عندها هاد الرياضه هذه اول دوله عربيه وهي اول دوله عربيه اللي هي دارت سميتها البطوله العالميه لرياضه الغوص بالمسابح هنا في مراكش في 2016. سي احمد يعني تنشوفوا انجازات كبيره اللي انت ويتيهم انه انت حليتينا عينا عليهم ولكن نشوفوا علاش واش كاينه صعوبه نتاع الجمهور باش يحضر؟ حيت كنشوفوا كاين عمل وهذا العمل كيبغي المواكبه سواء اعلاميا او لا جماهيريا. هاد النقطه هذه شنو كيقولنا فيها سي احمد؟ كاين واحد النقص في سميتها كما تنقولوا في لا كومينيكاسيون. وهذا النقص في لا كومينيكاسيون من ناحيه ديال حنا تنكلفوا الانديه اللي هي في عين المكان بحال كما هنايا في مراكش تنشكروا السي عاشير اللي هو رئيس الجمعيه ديال اي من اس بي ام اللي هو معنا في الجامعه منخرط وعنده سباحين اللي تيشاركوا معنا. والحمد لله هذا العام هذا داروا سميتها يعني واحد الاوقات اللي هي في المستوى. وهذا مراكش ماشي 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 مدينه سميتها ساحليه. وهما داروا وهنا ترجع لسميتها يعني سميتها التحسيس ديال رؤساء الانديه اللي هما ما تيقوموش بالاعمال ديالهم لا من ناحيه لانه احنا هنا في مراكش حنا تنجيو من الدار البيضاء لانه المقر ديالنا عندنا في المحمديه ديال الجامعه تنعلموا تنديروا الاخباريات تنعلموا سميتها السلطه المحليه ديال مراكش تنعلموا العماله تنعلموا الوالي تنعلموا سميتها. ولكن اللي هو خصو يدير لا كومينيكاسيون واللي خصو يدير الاخبار وخصو يدير الاعلان وهو الناس المسؤولين هنايا في مراكش اولا قبل كل شيء وبالخصوص تنعاود وبالخصوص رئيس النادي المنخرط تحت اللواء ديال الجامعه الملكيه المغربيه للغوص والانشطه تحت المائيه وسميتها اخصه بالذكر السيد عاشير اللي هو مشكور على جميع سميتها الاعمال اللي تيدير معنا وهو اللي تنكلفوا باش يبلغ سميتها السلطات. وهذا في حد ذاته راه عمل جبار. ولكن حنا في البدايه ما غاش نقولوا لانه يلا 3 سنين عند هذه الفيدراسيون هذه مازال ان شاء الله عندنا ما نديروا في القدام ان شاء الله. سي ابو يسق يعني انت كمكلف بالتامين ديال هذه الجوله الرابعه من البطوله
عندنا كيف غادي الامور لحدود الساعه؟ السلام عليكم، تنشكركم بزاف على هذه الاستضافه. بالنسبه لا سيكوريتي ديال لي زيبروف، بالنسبه لهذه الدوره الرابعه والحمد لله تتم بامور جد جد تقنيه بالنسبه للكفاءات ديال بالنسبه للتامين ولا المؤطرين، غير كدور لنا في هذه لا سيكوريتي وهو تنحتاطوا على لي زاتليت بالنسبه للسوق، حيت بالنسبه للبي اس بي رياضه جديده على المغرب، داخله على المغرب، دونك تنحاولوا باش انه الا بغى يدير واحد لو سو دروا وهو انه ينقز الماء باش ما يكونش ديزاكسيدون، ما عنده لا بوتاي في الظهر ديالو، او ميم طون بالنسبه للومبو لا ريسبيراسيون سولو باش ما يكونش شي بانيك، فلهذا تنحاولوا نتبعوه اون سيرفاس وسولو. عندنا لي موني، عندنا لي زاتليت لي جوج ولا سيكوريتي سولو، وعندنا لا سيكوريتي لي جوج اون سيرفاس. دونك هنا تتم هذه بالنسبه لهذه العمليه، عمليه البي اس بي لو باراشوت، هو انه تيدير لو سو دروا 23 متر، تيحل الباراشوت، تيتنفخ، تيكمل لي بروف. ولا دوزيام بروف هي 200 متر كابلاج، انه خاصو يدير لو سو دروا بالباراشوت بلو جيلي، وفي دو سيكوند خاصو يحيد لو جيلي ويدير لابني ويلعب 75 اون سيرفاس، من بعد يدير ابني يلعب يلبس الجيلي ديالو ويدير 75 سولو، عاد يطلع لاتليت. وبالنسبه لهذوما لي بروف ديال البي اس بي، حدود الساعه ما كاين الحمد لله، الحمد لله زيرو اكسيدون، واللهم لك الحمد تنشرفوا عليها، والكمال على الله سبحانه وتعالى، وشكرا لكم.